لبين صحيني. ترى عادي يعني اللي انت قاعدة تسويه يعني بكيفك انت شخصيتك، ترى عادي يعني انت بكيفك تصير تصرخي، والله من جد ترى بعيدا عن المزح تصير تصرخي تصيري تدلعي بكيفك، يعني هذه طب لما شخصيتك. تنصحيها في الخاص روان اذا من جد جدي نصايح لا لانه هي جالسة تسوي هذا الشيء قدام الناس، ما قاعد كيف تسويه في نقول؟ الخاص، هذا الشيء هي قاعد تسويه امام الناس، فعادي لا انا اقدر بس انصحها امام الناس. النصايح في الخاص افضل من ليش ال النصايح في الخاص وهي قاعد تسوي هذا الشيء قدام الناس؟ طب انت انا وش سويت تنصحيها يعني؟ مو قدام، ما حتى لو انا اسوي وش شيء غلط غلطي؟ عادي. وش الغلط لا اللي ما سويته؟ قاعد، مو تبين غلط، اصارخ يعني؟ شكرا مو فهد، ما شكرا. قاعد اقول لك غلط، قاعد اقول لك اللي انت قاعد تسويه بكيفك، انك يعني كيف اشرح لك انه انت بكيفك تعلي صوتك او انه تدلعي، هذا شيء بكيفك شخصيتك. انا ما نقدتك في ولا شيء، ما خليتوني اتكلم نطيته، بس انه شيء طيب واحد بس ابغى اقول لك عليه. ليش طلعت الحجاب؟ هذا اللي عادي قاهرك يعني؟ مو قاهرني، لا يعني عادي تقدر تسوي هذه الاشياء بدون ما تطلع الحجاب وبس، يعني انا كنت بنصحك يعني، وعادي تقدر تتقبلي النصيحة او انك ما تتقبليها لا بس بس. هاروني حبيبي، برضو أنا عندي وجهة نظر بقولها، أنا اتفضل. أحترم وجهة نظرك وكلامك، حتى لو كان أنا سومة مسوية شيء غلط تمام، أو حتى إن خلعت الحجاب. لا النصيحة إذا كانت جدية في الخاص مو قدام المتابعين، اوكي طيب، المتابعين ما يخصهم صدق، اوكي لأنه إحنا جروب، ممكن الكلام داخله يزعلها، ممكن الكلام أنا يضايقني، فأنا أفضل دائما النصيحة الجدية ما تكون قدام الناس. وجهة نظر. اوكي خلصتي كلامك. هي قاعدة تسوي هذا الشيء قدام الملأ كله، يعني الناس كلهم قاعدين يكتبوا لها كلام، الناس قاعدين يشوفوا، فانا اقدر انصحها امام الملأ، لانه هذا الشيء ما كان بيننا، كل الناس شايفه، بس انا قلت لها يعني عادي تسوي اللي تبغاه، بس انا قلت انه ليش سابت الحجاب وتحاول ترجع له، لانها كانت احلى، وهي بكيفها يعني تقدر تتقبل النصيحه، تقدر تسمع كلامي، تقدر ما تسمعها، بس لانه هي قاعده تسوي ده الشيء قدامنا كلنا مو في ليه أنا الخاص. شو مسوية؟ أنا مسوية شي عار؟ لا مو عار ولا مسوي جبل العار. ولا أنتي غرتي مني عشان أنتي محجبة وأنا فكيت الحجاب وصرت حلوة وسويت شعري وسويت ميك أب وصرت دلوعة، يعني خذتك الغيرة حقة البنات وصرتي تغارين، صرتي تحترين حتى ما تعرفين تنصحين. لا ما إذا أنتي احترم، إذا لا لا هذا معلش، إذا هذا أنتي لحظة هذا يا الشيء روان، انا لحظة مقتنعة دقيقة فيه، دقيقة الحجاب دقيقة، أنا انا مقتنعة أتكلم فيه، خلاص، ما لا اخذت تتكلمين فترة بحجابي، ورميته، لحظة ما ما أريد أدخل تكلمت فيني، فيه، انا أنا نصحتك بيني قلت لك لا تبي لا تتقبل اللي لا النصيحة لا لا او لا ما إذا أنتي تتقبليه، هذا تبي شيء لحظة، راجع لا لك روان انت دقيقة دقيقة كيف. لا لا انا لا انت دقيقة جربت دقيقة هدي تنصحين، نورة حبيبي دقيقة، تنصحين في الخاص مو نورة تنصحين عيوني، قدام الناس، وانا الحجاب بيني وبين ربي ما له شغل ايوه فيه ولا بينك وبين انتي، ربك، قلت يعني لك سوي انتي كل اللي قاعدة تبغيه، تتعاملين تدلعي معي سوي صحيح بطريقة انثى، الرياء. انت نورة دقيقة روان، لا دقيقة لا حبيبي روان، انتي احنا روان احنا اتحكمتي، ما طلعنا روان، انتي لا لا مسؤولة، لا روان لحظة روان دقيقة، لا تقولي روان روان صحيح، دقيقة انتي مو شايفتها لك نصيحة روان، قدام طيب الناس، دقيقة روان دقيقة، لا ايوه ترمونا، قدام طيب احنا الناس، انت ورنوش، هذا الشيء هذا قاعدة رياء تسويه عشان قدام الناس. تبينينهم عشان لا تبينينهم انه لا انتي اقول لك رياء، انا المحجبة مسؤولة اني، انا وانا مسؤولة اذا اللي شفتك على شيء غلط تنصحين، انصحك هذا عادي، رياء لن صراحة تنصحين كذا نصيحة، دخل الرياء. خليها في حجابك الأخضر، يلا باي، ياي ماشي حبيبي ياي طلعت شخصيتك الحقيقية، ياي لا روان طلعت روان دلع. روان لا دقيقة لا مو حبيبي، لا 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 روان سومة، دقيقة، لا 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 تسكتيني، روان لا أنا لا ما تسكتيني، أسكتك روان، ما أسكتك، ايوه لا لا تسكتيني، روان سومة حبيبي ما تسكتك، أنا أتكلم معاكي كلام عاقل ايوه وقدام الله ايوه تمام. شوفي لو إيش ما تكوني غلطانة، لو إيش ما يكون فيكي، الصدق أنا أقول لك النصيحة دائما تكون في الخاص، لا أنا لو ما له أطلع صراحة النصيحة أجاهر، في لا لا الخاص، روان هي قاعدة روان تسوي روان هذا الشيء روان، قدام الناس، أنا ما حتى بيني وبينها شيء روان هذا إني الشيء حبيبي أكلمها في اسمعيني، الخاص، مو لا طب هذا ضيفتها الشيء، أصلا عشان أكلمها طيب في خلاص الخاص، أنا إذا مو ضايفتها يا أيوه روان أنا ما لي شايفتها أحد شيء، عليها، نصيحة طيب روان مني أنا ما لي أحد عادي، هي عليها، تقدر تتقبل لا النصيحة وإنها روان تسيبها، لا معليش يا روان ما لي حق عليها، والله كيف ما لك حق عليها، أنا ما ما لك قلت حق، شيء، قلت لها هذه نصيحة أنت تقدر حتى ممكن تسمعيها هي أو تزعل، طب هي تقدر ممكن تزعل، يمكن واحدة تيجي تنصحني تقول لي يا روان أنت غلط، لازم روان لا أنت لا تقولي لي تتندمي، صح، لا 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 إلا صح، دامك انت داخل السوشيال ميديا والناس كلهم قاعد يشوفوا الشيء اللي قاعد تسويه، من حقهم ينصحوك او انهم يقولوا لك اي شيء، وانت كمان من حقك انك تسمع النصيحه وترميها تطبقيها وما تطبقيها شيء.